اما يشتغل عليها بينبهها
ولما ينبه قلبه طول الليل يقلل الريليز بتاع مين؟ بتاع الاصلي بتاع الطبيعي بقى كمان. يعني انا بخلي الليل بينتج فيه ماده مزيفه، والماده المزيفه ترجع تشتغل على قلبه طول، قلل الريليز بتاع زوج الطبيعي. يعني اذا في حاجه طبيعيه ما تخرجش هي كمان، يبقى اللي بيخرج كله مين؟ المزيف فقط اللي اسمه غرفه الرصيف. لو انا كل الميكانيزم بتاع الفا بيطير جوه، كل الفا بيطير جوه بروديوس كومبتيتيف بلوك او انفيشن اوف ذا دوبا ديكربوكسيليز انزايم، يعني يخدع الدوبا ديكربوكسيليز، وبدل ما نكون نور ادرينالين بنكون الفا بيطير نور انفيشن ويتش از فورس ترانسميتر. هذا اول خطوه. الخطوه الثانيه نمره اثنين، تقول لي الفورس ترانسميتر هيرجع يشتغل على الفا اثنين يقلل الريليز اوف ذا نورمال ترانسميتر. حلو كده؟ يبقى انت عندك الخطوتين دول. في النهايه الضغط دي وطالع لك قالوا نستخدمه ليه؟ علاج الضغط. ده رائع في وقت الضغط وهايل جدا، بس اتضح بقى فيه حاجه صغيره كده خدتها. اما جم يدوه للستات الحوالي، كانوا عارفين ان في ستات كتير بيدوا الضغط اثناء فتره الحمل، من اول الاسبوع ال 20 في الحمل كده تضاعف ضغطها يعلى، بيسموها هايبرتنشن وبريجنس. اما جم يجربوا ادويه كتير عملت مشاكل في الاجنه، تشوهات. على فكره لو الدواء عمل تشوه يسموه تيراتو، تيراتو شنو؟ اما جم يجربوا الالفا بيطير دوبا ما عملش مشكله في الجنين خالص، لا في الحيوانات ولا في البني ادمين. طب جربوه على مدى كام سنه؟ مش اقل من 60 سنه ولا 50 سنه. الدواء ده بقى له 50 سنه بيتجرب والحوامل بياخدوه، ما عملش ولا مره تشوهات في الاجنه. فقال ايه بقى؟ قالوا طيب ما نخليه مين؟ حوامل نفسه خلاص، مش اي حاجه عنده ضغط. اذا اي ست حامل وضغطها عالي يبقى الاجابه قولا واحدا من هنا لحد الصيف، الفا بيطير مفيش غيره. حتى احنا عندنا دواء بديل بس هو ده نمره واحد. حتى في كتب الزمان الانجليزيه والمعادلات هو برضه الفا بيطير. هو ليه بقى؟ هتقول لي ليه؟ اقول لك كلمه واحده كده، اقول لك ايه؟ بيكوز ريلايبل. ريلايبل يعني موثوق فيه. لونج تراك ريكورد. ريلايبل لونج تراك ريكورد يعني ايه؟ ريلايبل يعني موثوق فيه. لونج تراك يعني على مدى الزمن. على مدى الزمن الدواء ده موثوق فيه ما عملش مشكله. يعني جربناه من سريعه دكتور فارما ايه؟ اجتاز اختبار الزمني. يعني ما عندش سبب معين اقول لك هو ليه مش تاتوجينيك؟ انا ما اعرفش هو ليه مش تاتوجينيك. يعني هو ليه ما بيعملش تشوهات؟ انا ما اعرفش. انما اللي انا اعرفه انه بقاله 50 سنه ما عملش. يبقى خلاص نستخدمه واحنا مطمنين. طب مشاكله ايه بقى؟ اول مشكله نتوقعها النور ادرينالين بيقل كده في الجهاز العصبي ولا لا؟ لان يكون مكانه ماده مزيفه. طيب يا باشا ما هو مزاجك حلو الصبح هو النور ادرينالين ده اللي بيخليك على فكره عندكم ثلاثه ترانسميتر انتوا عايشين فيه اللي بيخليك تصحى الصبح مزاجك حلو النور ادرينالين اللي بيخليك عندك طموح لبكره اذا تتجوز وعندك اطفال وتشتغل في الفيلا والعربيه دي في الجراش يبقى اول اوضه اكتر اللي بعمل عن مين وزيادة. ده الدوبامين. طب هل الست هيتلعب انت الديبريشن لحسن حظ ايه؟ يعني هو الدواء مش يعني مش قوي قوي لدرجه انه يوصلها للديبريشن. لو تحصل تقريبا ثلاث اسابيع. يعني مثلا كل الف واحده ثلاثه يجيبوا في الديبريشن مش مشكله خالص. يعني ثلاثه في الف هم مش اثنين. طب يحصل باركنسونيزم ولا لا؟ شيل التطاير البطاطين. طب انت عارف ان الدوبيزا لو بنقص بيحصل مرضين لو انت فاكر. يحصل باركنسونيزم ومرض تاني هايبر برولاكتينيميا. البرولاكتين بيعلى في البلاتلتس. طب ما هم هيحصلوا المرضين دول بس ما نقولش بقى باركنسونيزم في الحقيقه. لان لما تقول الدواء هيعمل باركنسونيزم لان تقول الدواء هيعمل بيعمل مرض. لكن تقول الدواء بيعمل اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. اكسترا بيراميدال دي قالك بتقول شوفوا انا لما بيجي مرض عنده لما بيجي العيان عنده باركنسونيزم يبقى العيان بيجي بتترعش ومش قادر يمشي وماسك يمشي بس باركنسونيزم. لكن لما يجي لي مثلا عيان مثلا مش قادر مره يمشي ماشي كده انما كويس في كل حاجه بس المشي اللي بمشي اقول باركنسونيزم ولا اقول اكسترا بيراميدال؟ يعني ايه واخد غطشه كده من باركنسونيزم يعني مش واخد باركنسونيزم كاملا يعني وبيجي له شويه هايبر بروتين ثلاثه. الدواء بيعمل ايه بقى يا باشا؟ بيجي على الايه؟ على الريد بلاد سيلز يكون لها انتي بودي. فاكر كده؟ الدواء
يخلي الاميون سيستم عندك يكون انتي بوديز للريد بلاد. ايه كون الانتي بوديز تتكون وتبقى كده تماما دي بتتشخص بحاجه اسمها كوم بايه؟ كوم بديس. تاني ده بيخلي الاميون سيستم يكون انتي بوديز لايه؟ للكرات الدم الحمراء للريد بلاد سيلز. كون الانتي بوديز في دمك انا بشخصها بحاجه اسمها كوم بايه؟ حلو؟ يبقى بقول ان الدواء بيعمل بوزيتيف كوم تست. انما قد يتطور الامر بان الانتي بوديز تروح تكسر الريد بلاد سيلز يقوم يحصل لك هيموليتيك ايه؟ انيميا. يبقى تقول ان الدواء بيعمل بوزيتيف كوم بتست وممكن تتطور الى اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. للاسف بقى نرجع ليه نسمع في التسجيلات والمناسبه نسمع تحس ايه؟ طبعا بقى ايه؟ اللي بيشرح كلهم شوف الدكتور فاضل اللي ما بيفهموش عشان تعرفوا ان نفس النص كده عشان تعرفوا ان هم واحدين اقول ليه ده حاجه في التسجيلات. اصل هو كوم بتست معناها هيموليتيك انيميا. فكان يجي في الحلول بتوع الفارما هو بيقول كده يعني كان يجي بيقولوا ان الدواء بيعمل ايه واحده منهم يا يقول كوم بتست ايه يا يقول هيموليتيك لان الاثنين واحد يا حبيبي وجود الانتي بوديز لحد ذاته يبقى ده كوم بتست بوزيتيف معناه ان في انتي بوديز خلاص كده. كون الانتي بوديز بقى تتطور وتكسر ده قصه ثانيه يبقى اسمها يقول كلمه فالدواء يا اما يعمل يا اما يقف لحد المرحله دي يا اما يدخلك في جوه المليون دي. لو وقفت كده بس لو الانتي بوديز وقفت كده بس يبقى اسمها استنى هو مش البرادوكسين كون عندك انتي بوديز اسمها انتي نيوكلير فاكتور اي دواء ممكن يعمل اي انتي بوديز والانتي بوديز كلها موجوده كده. انما ممكن لو زادت عن حد معين ممكن تهاجم بقى ضد الحاله دي اسمها هيمونيتيك انيميا دي اخطر شويه. طب ثالث رابع حاجه الانتي بوديز ده هي اللي بتهاجم الريد بلاد سيل بتروح ساعات تهاجم الليفر يبقى ممكن الدواء يعمل اوتو اميون هيباتايتس صح؟ لان نفس الانتي بوديز مره تهاجم الريد بلاد سيل ومره تهاجم مين؟ الليفر. وان كان موضوع الليفر ده رير نادر ما بيحصلش يعني ما بنشوفوش كتير. تبقى انا ايه؟ لا 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 مش اوفر دوز ولا حاجه اتضح ان ده بيحصل ده بيحصل. نسبه السايد افكت في اي دواء في الدنيا كل دواء بيبقى له راي يعني يقول لك مثلا ايه هو بيعمل ديبريشن بس بكام في الميه من 3 في ال1000. طيب بيعمل اكسترا بلاد مانيفستيشن كام في الميه يقول لك مثلا ايه 4 في ال1000 كده يعني مش لازم كل الناس يحصل لهم. نسبه في واحد يحصل في واحد حظه وحش او واحده حظها وحش تاخد الفا بوسايد دوبه ونلاقيها بعدها وشها اتغير شحوم وتقول لك البول عندي بينزل غالب نعمل تحليل بول هيموجلوبين هيموجلوبين اللي جابه بقى يلا هيموجلوبين انيميا حظها وحش دي بقى دي تقوم توقف الدواء وتديها دواء. لكن مش كل الستات بتحكي لها صح. لا فضل في مدرسه الكلى ما بتتأثرش. يعني الدواء ده الدوز دوز افكت
فلورد ولا جي اف ار الاوميجا الشريط كده نسمع بعدها ايه الفا واحد انا بعد طب ما تقول ما انت بتقول ده مش كده بس هو قال لك
اكتب اي سنتر الميكانيزم سنتر يبقى الفيتا بروجرام مش شغال سنتر مش شغال بريفر يعني الكار ده الاوت يبقى انا مش شغال. طيب ان بعد ادي اس المستشفى خليه مين ايه سورس الدوتر ده اتفقنا بقى ان هو ضغط الضغط فترات طويله لا استنى بيخلي الجسم يطلع حاجه اسمها رينال انجينيتس التنسيلات كانت روح الهندي قطع فيه راجل شديد في التنسي المهمة الراجل ده كان طول النهار جمده قاعد طول النهار تحت الراجل مفكر جمده نبتة كده واحد يقول لي تتبع قالوا في راجل هندي نصحني ابدوها عشان الضغط يتوقف ضغط الدم يعني ما كانش ايامها معروف النبته دي ايه النبته اسمها رولف حاجه هنديه يعني اما جم يحللوها بعدين لقوا ان النبته دي بتطلع دواء سموه ايه والميكانيزم هتشوف يعني كان هندي صح كان الراجل صح يعني النبته دي يا باشا تيجي كده ادى النبته دي اللي فيه نور ادرينالين. طيب فاكر النور ادرينالين لما كان بخور ويشتغل بعد ما يشتغل يروح فين؟ يا يتكسر يا 80% يرجع. طب اذا رجع في ده بس البلازما وخلاص يبقى اسمه اوبتيك واحد. طيب بس الدور الادرينالين ما بيقعدش في السيتوبلازم ده بيدخل في السيتوبلازم على مين؟ على الفيزيك اسمها اوبتيك كام؟ ثلاثه. امال فين اوبتيك اثنين؟ ثاني الملك بالنسبة لو خرج له ثلاث انواع من الاوبتيك. لو دخل السيتوبلازم تاني كده اسمه اوبتيك واحد. لو من السيتوبلازم على النيرف ايه على الفيزيكال يبقى اسمه جرانيولار اوبتيك او اوبتيك ثلاثة. لو التيشو نفسه بقى خد الخز للملك بالنسبة يبقى اسمه اوبتيك. كان انا عندي ثلاث انواع من ايه؟ من الاوبتيك لان الكتاب مش جايب التيشو دي. الكتاب في الاول في المقدمة اول مسألة صفحتين قال لك الجزء بالنسبه للبحثات المصيبه لازم تحطيك او جرانيولا لكن ما جابش الكيش دي ما جابش الثلاثه لكن احنا عندنا ثلاث تحطيك. طب ركز ده في اللي هقوله. بص يا باشا السيتوبلازم بتاع اي خليه عصبيه في كلب بينوري سماوي لو اللي هو ايه؟ وفي كلب تاني واقف في الشارع في السيتوبلازم. بص يا باشا المرء بذكر المحاط بثلاثه يعني شوف اذا خرج يا اما يشتغل بسرعه يكسر الكوم وإذا رجع ها يتكسر بمين؟ طب والحل بتاعه ده؟ الميكرو بتوع يستخبى فين؟ ما هو ما يقدرش يصيد لازم هنا لازم يكون يستخبى في البيزك حلو كده؟ ده الحل الوحيد اللي يحميه من الضرب الكبير. اللي بيحصل بقى ان الريزرفين ده اهو ده في منتهى الرخام مش الرخام المزاج يوم زي بالظبط بنفضل يخرج يقول له اخرج يا حبيبي براحتك وارجع براحتك. اول ما يسيبوه في الصيد لازم كده يقول بس ممنوع تدخل البيزك طب اخرج تاني؟ لا انت مش دخلت هنا السجن بس انت حبيب اخوك لا هنسمح لك تخرج تاني ولا نسمح لك تدخل فين؟ البيزك. امال الحل ايه؟ يدبحوا الموتى مذبحه القلعه الموتى يمسكوا يدبحوا لحد يوم اثنين ثلاثه ما تلاقيش في جسمك ولا نقطه نقطه ده النظريه شغاله حاجه اسمها ديجريشن استنزاف كل اللي يرجع يتحدث ويتكسر يوم اثنين وثلاثة أربعة ما لقيتش في جسمنا الآن ده نور أدرينالين يابا استنى عليا نور أدرينالين وبعمل نفس الحركة لسه الدوبامين والسيروتونين الثلاثة الثلاثة ترانسميتر مش مضبوط ضامنهم بعد أربع خمس أيام أسبوع بالظبط تكون ماشي مش لعندك عمليين فاضي ولا طموح ده بقى يعمل لك ديبريشن طبعا ده برضه بتاع ضغط على الفشل
تداوم على الضغط بس ما عدناش بنستنتج على كده ما بنرجعش كده. يكفيك قوي تعرف الريزيدين اللي بيجي من دول مش هيزيد خالص. انما لو عايز يحرز ان احتمال حد اكسترنال ولا حاجه تقع عليه مش هتاخد الدواء ده بيديش غلط. طب زي ما انت قلت والله ده كان بيخلي الناس ترتاح. ولذلك في ناس بتدخلوه وحصل لهم مشاكل نفسيه فاتمنع من العمل عشان ما بقاش بيستخدمه يعني. فبيعمل ديبريشن وبيعمل باركنسونيزم بجد ده بيعمل باركنسون جاد ويعمل كل البلاوي اللي عليه وعايز يعمل ايه تاني؟ الواحد لما ما عادش عندك سيمباستيك خالص قال له مانع خطوات مش يا باشا كسر لك كل نور ادرينالين. طب مين بقى اللي يلاقي الفرصه سانحه ويشتغل؟ مش بعد السيمباستيك ومثلا طب ده الديسك دوت فضل جهاز العصبي اللي نور ادرينالين عامله ديبريشن وكسره صح؟ اللي يشتغل مين؟ الباراسيمباستيك يبتدي العيال يشيل الشكاوي كلها باراسيمباستيك كانه ما عندوش سيمباستيك يقول لك ايه؟ انا عندي بيوتر وساعات يقول لك انا عندي هايبرتازيك الاتش سي ال ده باراسيمباستيك يعني كل شكوته هتكون جايه من بارا سيمباثيك انا قطعت له السيمباثيك خالص. ده ما عادش هيسيبه واعتقد ان السؤال الوحيد اللي جه بره عليه اللي بره جه عليه قال لك ايه؟ وان اوف ذا فور ديجرايز از كونترا انديكيتد انبيشن وسبت كانسر. حط له شويه ادويه كده وقال له فيهم واحد ما يتاخدش لسبت كانسر كان الاجابه ريزيرجين عارف ليه؟ عشان لو صبرت على السيمباثيك بيخلي اللي شغال بره سيمباثيك كان يزيد الاتش سي ال. فكان السؤال الوحيد اللي جه بره ما اتاخدش في الدنيا. ندخل بقى على مقدمه مقدمه صغيره هتقول لي صفحه ثلاثه كده هتلاقيها في مين؟ حد معاك كتاب؟ لا الموجودة دي أدريلاجي لكن بيرد على جهاز بتاع موضوع تاني خالص.
ام 1 ام 2 ام 3 او نيكوتينيك ان ان او ان ان ثاني كده. طب الاسيتايلكولين اللي خرج من النيرف ايه مصيره؟ انا قلت لك ان الجزء الكلاني اللي بيخرج مصيره واحد، ان هو اما يتكسر دماغه واما يحصل له ايه. طب هنتكلم، هل الاسيتايلكولين بعد ما بخرج بيحصل له ايه؟ اجابه امال يبقى مصيره ايه؟ بيتكسر بس، مفيش حاجه اسمها ابتيك. بيتكسر لان اسمه بولين ستريس. البولين ستريس من نوعين، في نوع اسمه ترو بولين ستريس وسودو بولين ستريس. خلينا مره نتكلم على ترو وسودو بالتفصيل، لكن دلوقتي عايزك تعرف ان الترو ده مهم في حياتك. يعني لو غاب عنك ترو بولين ستريس بتموت على طول، لكن السودو لا، السودو مش مهم. حلو؟ يبقى انا جسمي بيكسر الاستايل جروب بانزيمين، واحد اسمه ترو بولين ستريس والتاني اسمه سودو. طب مين اللي مهم؟ الترو. يعني الترو ده اللي انا هكلمك ده اللي يهمني. السودو ما يهمنيش خالص، موجود في البلازما والغاب حتى مع ما مش في اي مشكله. ناقص الوقت اكلمك زي ما عملنا مره قاعده كده على الالفا والبيتا ريسبتور، هكلمك برضه مره هنا على حاجه اسمها الكول انرجي ريسبتور ونشوف موجود. بس اطمن ما تاخدش من سبع دقايق لانها سهله قوي، يعني 10 دقايق ما عادش. لا 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 هنا ام 1 هنخلصهم على طول، ام 2 ام 3 ام 3 ان ام واحدة واحدة بيها. مش اتفقنا ان اي ريسبتور في الدنيا لما بيشتغل بيشغل سكرتين؟ فاكر الالفا واحدة لما اشتغل بيشغلها حاجة اسمها جي كيو، والبيتا شغالة حاجة اسمها سايكل ايه اللي دي؟ طب يا ترى المسكرين شغالين ازاي؟ قالوا الارقام الفردية كلها اذا ام 1 او ام 3 او ام 5 هو في ام 5؟ قالوا اه موجودة بس مش مهم، يعني في بريك الفاز كله جي كيو. طب وجي كيو يعني ايه؟ يعني كالسيوم، يعني الارقام الفردية كلها بتزود كالسيوم. طب والارقام الزوجيه ام 2 وام 4 ام وجدت ام 4 فهي بتقلل السايكل ايه ام دي. خلاص هزود خطوه المسكره الفردي جي كيو زوجي سايكل ايه. طب ام 1 فين؟ قالوا سهل قوي سهل قوي، ام 1 في البرين وفي المعده بس. طب البرين بتعمل ايه؟ مش مهم الوقت ده حاجات قوي في هالوقت بس الناس، لكن في المعده بتعمل ايه؟ ام 1 هي دي اللي بتعملها في بيت الالسر، وهي دي لما اجي اعدك في بيت الالسر هحط لك شرح الشرطه بتاع جي اي تي، هدي لك ام 1 ربع ام 1 ال ام 1 في المعده لو طلعت شيء تاني. طب وام 2؟ شوف سهله الدنيا سهله. ام 2 قالوا كارديا دي موجوده في الهارد، وام 2 دي لو اشتغلت تقلل سايكل ايه ام دي. الله دي بترد على جارتها اللي كانت بيتا، بيتا واحده بتزود السايكل دي عكسها. الله يعني كانت بيتا بتزود الكونتراكشن، امال يبقى ايه الاثنين؟ بتقلل كل الكارديو كور. بس عايز اقف هنا عند الوقت مش عارف حاجه بقى ايه اللي بيحصل. ام 2 بتقلل كل الكارديو كور بس هي مش موجوده في الفيلم. ام 2 موجوده فوق هنا في الادريا. يبقى الصح انك ما تروحش بتقلل كل البروتس، الصح انك تتكلم عن ادريا بس. الصح انك تقول انها بتقلل اس اي روم اكتيفيتي وبتقلل الاي في كونتراكشن، لكن الكونتراكشن بتاع الفنتر هي مش موجوده في الصين. واضح؟ واضح؟ متهيألي برضه في الصين مش بتقلل جاب الورث بس بتحصل لايك للفنتر بس والفنتر ما يجيبش. لان الريسبت مش موجوده لكن يبقى ام 2 بتقلل كلمتين اس اي نود اكتيفيتي واي في كونتراكشن وحط له خلاص حط له. طب ام 3 اربع علامات، ام 3 في اربع علامات. اول ما كان ام 3 شباب معانا قدامك، اول ما كان ام 3 في البلاد فيجن، وام 3 في البلاد فيجن لو اشتغلت تعمل فازو سيرجيشن. طب قبل ما افصل الفازو سيرجيشن
حد له وجهه نظر مع الصبورة في الوقت الشيء كان فيش أيوه سامعين هو ليه؟ يقول إن مفيش الإفراط ضد ما لهاش برص بس موافقين؟ الله في ريسبتور؟ طب مفيش نيرف؟ أيوه مفيش نيرف عادي ده اسمه ريسبتور اللي بتشعر في الهواء عادي يعني البلاد فيزل فيها ريسبتور لكن مش بينها نيرف امال الريسبتور ده يشتغل ايه؟ قال لك هو نورمالي سايلنت سايلنت ما بيشتغلش ما تقولش بيشتغل سيركيوليتنج اسيتايل كولين لانه وي دونت هاف سيركيوليتنج اسيتايل ما عندناش امال ده بيشتغل امتى؟ قالوا ده من يوم ما بتتولد لحد ما بتموت ما بيشتغلش الا لو الدكتور شغال الدواء انما هو فيسيولوجي ما يشتغلش لان البلاد فيزل ملوش بارز سيمباتيك سبلاي مين اللي هيشغله؟ انت اللي شغال يبقى هو نورمالي ده شوف بقى لو انا قلت لك ايه؟ بارز سيمباتيك ستيميليشن اوف بلاد فيزل تقول لي بيطلع في الشارع ملوش حاجه ملوش اصلا انما اقول لك طيب انجكشن اوف اسيتايل كولين اللي برضه ده ايه؟ لما يروح ينقش لي ثلاثه تستجيب للسيجنال اللي انجكت بقى في وش طب ده بيعمل بيشتغل فوق طلع ماده اسمها نايتريك اوكسايد طلع فوق اللي كانوا بيسموها زمان اندوفيزيان رايز ريلاكس ريفاكتور يعني هو بيعمل دايلتيشن عن طريق الماده خلاص وبعدها اي سبوكس بسيط فيها ايه من ثلاثه يحصل في انتراكشن بالول وريلاكسيشن لاي سبيرنج تقدر ترد على ترد على حاجه اللي هو ريلاكسيشن الله استنى يعني الالفا واحد كان بتعمل كونتراكشن لمين؟ ام 3 بتتقسم بتفتح السنة ده النهارده تقدر تعالج اي عيان جالك انا عندي يوري ريتنشن يوري ريتنشن انت بس بالفول تقدر تديله انتر بلوكر وتقدر تشغل بس ام 3 ما هو الاثنين يودوا نفس النتيجه يا تقفل دي يا تشغل مكان بتعمل ايه؟ ماشي الحال؟ كانت مكانها اي جلاند اي غده بتطلع ميه وانت مغمض ام 3 ما تقدرش اي غده بتسحب يا باشا لكن نيزا سالبك البنكرياس ليفر طالما حاجه بتطلع سكريشن ام 3 الله على كده لو انا كانت بتجيب ام 3 دي بليت فوق تحت صح؟ ولا ايه؟ فوق تحت فوق ما هو العرق يعني فوق تحت ما انت بتقول فتح السكريشن لا مش كده يبقى وانترنال ويبقى جوه كمان يعني سكريشن البنكرياس وليفر فما تلاقي عيان استنى انا بلاقي عندك المستشفى على طول ويحصل له تشتتات والاقيه مرجع وعامل يوريليشن على نفسه ومريض هتشوف الارض كده ومريض ومدمع وجسمه كله ميه هو ده حاجه السم اللي تسمي دي سامبل بتاع سكريشن الثلاثه ولو دورت هتلاقي كل المانيفستيشن الثلاثه موجوده عندك الحل بتاعهم دي مفكر لان الثلاثه دول اللي ترجع لا غازات الاضراب فيها في سوريا هي غازات حرب عشان غازات سموها غاز الاسكندر لا مش مزيد الكبار عندنا سوريا بتضربها والعراق بيضربوا حاجه اسمها غازات الحروب حرب كيماويه الحرب الكيماويه غاز اسمه غاز السارين غاز السارين ده بيروح من ميكانيزم معين كده يعمل لك بارس الباتيتك يزود الاسطر كله في جسمك فتلاقي كل الريسبتورات بتشتغل ام 1 و2 و3 اول ما يبدا ده بيشتغل تعالى نظهر على الاعراض على طول يحصل له دوت برونكو كونستريكشن طب ليه برونكو كونستريكشن؟ بتزود بتعمل كونستريكشن اي جهاز مش مظبط واي وتفتح اي سبيلك فبتلاقي عليه يحصل له برونكو كونستريكشن وعينه بتدمع وبالي نفسه فوق تحت ومرجع فوق بيموت عشان ماشي طب العين العين فيها ام 3 ولو اشتغلت قافله العين طب دي بتشتغل على حاجه اسمها سكليكتريك بيومتري دي عكس الميدريزس بقى اسمها ايه؟ مايوز بص لاي عيان مضروب بالغاز اللي بقول لك عليه ده بص في عينه تلاقي سيبيل مايوز بايلاترا وتلاقيه مرجع ولاكتينيشن وسلايزيشن ولينيشن يسموها دامبل سندروم دامبل اتصال كده تقول مرض كده يعني اول ما تلاقي الاعراض دي تعرف ان عنده متسمم بحاجه عامله بارا سيمباثيتك ستيميليشن وعامل له مشاكل ماشي؟ انا مش هحطه في حصه قادمه اللي بيتسلموا في الحته دي يبقى ايه واحد فينا يا شباب؟ منين؟ من ثلاثة في الأربعة لكن طب وإن إن إيه؟ كل الجانب
اي ريسبتور في اي جنب كده اسمه نيكوتينيك نيورونال. يبقى ده مش مصدرني بقى مش مصدرني اقول له بقى ده. طب والسكريت البصري مش قلت لك ان السكريت البصري بيتحرك بالاسباب ولينك الريسبتور اللي اسمه ان هي نيورونال ماسلر او نيورو ماسلر جانكشن مش بيسموها كده. ناقص حته صغيره قبل ما تمشي يعني هو كاتب انه بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الهارت هو احنا الكلام هو قال لي قال لي اس نيرون اكتيفيتي اند ايه في كونداكشن اهو. طب نوت قد اه ماشي مش نوت قد كونداكشن اذا دي زعلان يعني ما هو اهو ايه اصله بالضبط بالضبط يعني يعني ده مش يعني هو مش ايه طب معلومه انا زنقت الدكتور ليه استنى عليا انت عارف ان دي اس اس اي نو صح وبتدي الاشاره لايه دي بينو. طب ده ام تشيز بتقلل دي بتقلل دي انما في بقى تراك تاني انت ما تعرفش عنها حاجه اسمها انترا اتريال اللي هي من اس تي نو دي في تراك تاني اسمها باندل اوف كين في باندل تانيه ايه اهو الكين. عايز اقول لك ان الباسكالات مالهاش دعوه بالكونداكشن اللي جوه الاتريال انما بتقلل الاي في بتقلل الكونداكشن من هنا لهنا انما جوه الاتريال لا هي مالهاش دعوه بالكونداكشن اللي جوه الاتريال. مش ده انا عايز ده اسيبهم ده مش لازم ده اسال حاجه تانية. بص كده يا فرشح قول لي رايك عشان ما تخليش في الفيديو ده الحاله ده نرد انزل بكتابه على اس بايت حلو حلو يا باشا. مش احنا اتفقنا ان دي ادويه بتمنع ادريس التنظيمات وبتاع في ثلاث ادويه بس لسه اتكلمنا على ده سؤال اس بايت لو اليونيدين والزربين. طب هل في ادويه تمنع الاسيتايل كولين ريليز؟ وجود الدواء بيمنع ريليز الاسيتايل كولين يبقى سم قاتل. يعني لو عايز تصمم في المعنى سم يموت صممه انه يمنع الاسيتايل كولين ريليز. حد يقول لي ليه؟ هو لو الاسيتايل منع لو انا منعت ادرينالين يعني ما متش يعني ما انا منعت الثلاث ادويه ما متش بالعكس وضغط الموت وبقيت كده. امال الاسيتايل كولين لو منعت موت ليه؟ على جنب يعني اه ده انت هتوقف جنب سيبك من دي سيبك من دي اهو ده انت كده هتوقف كل السكريت المصري اللي من ضمنها يبقى اذا ممنوع انك تقلل الاسيتايل كولينرجيز. هقول لك بقى معلومه صغيره عارف بجد التسليك والسد شكل نزيف يقول لك تسمم عائله في معرفش في شبرا الخيمه انا نزيف مش كده في الجرايد. طب ليه؟ لان السم اللي في النزيف بكتيريا اسمها كوليستريليا مش معرف شو بوتولاينا. الكوليستريليا بتطلع سم اسمه بوتولاينا بوتولاينا توكسن. البوتولاينا توكسن ده نزيف ده الميكانيزم بتاعه بيمنع الاسيتايل كوليستريليز فيجي لك شلل في عضلات التدفق. حلو كده كويس؟ يقول لي بقى ايه نوع؟ الدكتور جاي فين بقى؟ في ست بلجيكيه حوالي 15 20 سنه كانت هي شغاله جراح قلوب فهي بتعمل عمليات اسمها ايه؟ عارف حاجه اسمها حوالي سكوينز. فهي الست ايه بتعمل عمليات للناس الاطفال اللي عندهم سكوينز. فالسكوينز بيبقى في عضله شاده العين في ناحيه فكانت الست بتدخل على العضله وخلاص العين ترجع لطبيعتها. ففكرت بنت الله طب مش السم بتاع الفسيخ اسمه بوتولاينا بيروح يمنع الاسيتايل كولين هيك ريليز وبيعمل ايه في العضلات؟ باراليزس. طب ما انا اجيب سم من بتاع الفيزيك ده وبدل ما ادخل اقطع العضله اجرب واحد من السم في العضله ويحصل لها باراليزس بدل ما ادخل اقطعها يعني كل ما بيحصل باراليزس ده ايه؟ حلو؟ جاب السم ده من جاب مصر طبعا جاب الاثنين وقام اتحقن السم في العضله دي العين اتصلحت وعضله اتصلحت بقى زي الفل عضله اصلا بس العين بقت كويسه. بس لاحظت حاجه ثانيه بقى ان التجاعيد اللي حوالين العين راح قال راح ليه؟ قال العضله اللي حصلها باراليسيس
ما هي التجاعيد كانت بتيجي لما انت تغمض كده العضله بتهم هي اللي بتعمل لك التجاعيد. لما حصل باراليسيس العين اتظبطت والتجاعيد راحت صح؟ قبل ما نسميه الدواء ده بوكس. بيجي بقى من اسئله الام سي كيو وان اوف ذا فولوينج ايجنت برودكشن درايفز بقى وان اوف ذا فولوينج ده مش دواء وان اوف ذا فولوينج ايجنت ها ماي بروك از لايك ان ريليس از ذا ريمينج. يبقى الاجابه يا تختار يا بوتوكس او كلمه بوتولايزر توكس. فين بقى او بشوف فين الصفحه اللي الواد المكتئب ده تحت هي تحت كلمه الاستايل كولين تحت هي كده ثالث فتره بعد الاستايل كانت البوتولاينر توكس البروكس اصلا كل مين اند جوز بتوين ذا مصل كان صح. مره كده كده مره كده اللي بيشوف